مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يصنع ويصدر كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية وقواعد البيانات البيومترية طبقا للمقاييس العالمية. 570 ألف متر مربع هو إجمالي مساحة المشروع. 100% من العاملين في المشروع أياد مصرية. 398 براءة اختراع وملكية فكرية يضمها المجمع. 8 قدرات تصنيعية متطورة يحتوي عليها المشروع. الهدف من مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، خفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف والقضاء على أي فساد إداري، الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر قواعد بيانات سليمة ومؤمنة، تقديم الحلول التكنولوجية بمجال الإصدار الذكي، توفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والإصدارات بداية من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، توفير قواعد بيانات بيومترية دقيقة ومؤمنة بالكامل، زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع.